احنا لا لوجيك راه تحترم لانه الفرقه ما كتدربش بريسكو 6 سيمين راه ما كايناش في الكره. كما قلت كاين لعابه اللي تيقيسوا الكره غير النهار ديال الماتش. لعبنا مع فرقه عندها لا كاليتي، حنا كنا عارفين جايه وديما في لي كونفيرونس دو بريس تنقول يعني ملي تنتعادلوا تنكونوا قراب من الرباح بلا اونترينمون، فالناس ما تغلطش سينون كاع لي زيكيب كاملين حتى واحد ما يتريني حتى واحد ما يصدع راسو يجي يلعب لي ماتش ديريكت. ف تنتمنى انا قلت لك تنتمنى الناس ديال طنجه كما تقولت في الندوه الصحفيه رحموا هاد اللعابه ورحموا هاد الجمهور ورحموا هاد الفرقه هذه لانه ما تستاهلش ومدينه ما تستاهلش وجمهور ما يستاهلش صراحه. نتمنى يكون الحل واللي تيغيروا على اتحاد طنجه يلقاو الحل في اقرب وقت. فشوف كما قلت لك تعادلنا مع تطوان كنا قراب نربحو، تعادلنا مع الفتح كنا قراب نربحو، تعادلنا مع اسفي كنا قراب نربحو بلا اونترينمون. فديما تنقولها في لي كونفيرونس دو بريس باش الواحد ما يبقاش غلط، ما يمكنش انت ما ترينيش وتلعب لي ماتش والفرق الاخرين كيتدربوا. سيرتو لو ديرني ماتش كان واحد التوقف ما بينو بين الماتش هذا، فبانت على الدراري وحتى ملي ما كتدربش حتى لا موتيفاسيون راك عارف الدراري الله يحسن العوان الظروف ديالهم لا الظروف البدنيه ولا الماديه ولا هذا تتبدا تاثر وبانت اليوم. وكيف ما قلت نتمنوا يلقاو الحل لهاد الفرقه لانه ما تستاهلش والجمهور ديالها كبير ما يستاهلش هاد الترفيس هذا الصراحه. All games is different and I make the same substitutes like last week. But no one speak about now because we win and in the last we have a draw, but it's football. Everywhere in the world is a draw or win or lost. So, but we have to work, we know what we can, we go forward and the next game is special. That's a concentration now. It's not important for me now, this game is finished. We analyze quick and then we have to focus on the next game. We have two games, it's very heavy for the players in a short time, but for all players, not for us alone, but we have to focus on for all clubs, it's the same. Yeah, and then I'm happy we can play against, I'm happy we can play a derby in general, but now it's special derby, I'm happy and I'm focusing now for the next game. Thank you, coach. Merci. قبل المغادرة، لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.